حسناً انطلق. لا أستطيع فعل ذلك، مستحيل. انظر إلى ذلك. إيو، توقفوا يا شباب، لقد غرقت. ماذا تفعلان؟ أو هل فعلنا ذلك؟ آسفان، يكفي ذلك. أنا وأنت لقد انتهينا. الآن ماذا سأفعل؟ لا بأس يا صديقي، سأذهب إلى الحفل معك. أو اذهب مع تلك الفتاة. هذا حقاً، اذهب إليها. أو حسناً، حان وقت استخدام قدراتي المميزة. مرحباً، كيف حالك؟ أو انسي الأمر. حسناً، مرحباً أيها الوسيم. لا أصدق أنني أفعل هذا. هل تريدين الذهاب إلى الحفل؟ بالتأكيد، سيكون ذلك رائعاً. اعتقدت أنك توافقين. حسناً، لنفعل ذلك. هذا أمر مثير للغاية. لقد طلب فتى حقيقي الخروج معي. ويا له من فتى. نعم نعم، لا يهم. أوه، قبلتي الأولى. ماذا؟ لا، لن يحدث هذا. ها؟ ماذا يحدث؟ أمامنا الكثير من العمل يتعين علينا إنجازه. ما الذي تتحدث عنه؟ ألا ترين؟ لديك بثور. لا بأس. لا بأس، سأضغط عليها. يبدو ذلك مثيراً. أو توقفي. ولكن لا أفهم. لست بحاجة إلى فتحها، لدي شيء من أجلك. إنه هنا. انظري، سوف يحل جميع مشاكل البثور التي تعانين منها. لنبدأ العمل. هل هذا مؤلم؟ أو يبدو ذلك طريفاً. هل أنت متأكد من أنه سينجح؟ ثقي بي، ستختفي هذه البثور تماماً. هذه هي الأخيرة. رائع، بشرتي ناعمة جداً. ما رأيك؟ قد يكون هذا أصعب مما كنت أعتقد. أحتاج إلى شيء لعلاج العيوب. نبات الصبار، الطبيعة لا تخذلني أبداً. سوف أخذ هذه الورقة، ستفي هذه بالغرض. أحتاج فقط إلى استخراج العصارة. ها هي ذا، سأجمعها في هذا الوعاء. أعتقد أن هذا كل ما في الأمر. الآن سأرش القليل من المادة البراقة، سيمنح هذا بشرتك تقشيراً مفيداً. بعد ذلك سأقوم بخلط جميع العناصر معاً. أوشكت على الانتهاء. أعتقد أنه جاهز. هذه الوصفة لا تجعلني أنتهي منها أبداً. ماذا تنتظرين؟ من الأفضل أن أخلع نظارتي. سأضع خليط الصبار على عيوب البشرة. أنا سعيد لأنني صنعت الكثير من الخليط. سنحتاج إليه. إنه بارد، لكنه شعور جميل. إنه يشبه قناع الواجهة. والآن ماذا؟ هل أنتظر فحسب؟ هذه المدة كافية، لنمسحه الآن. أحب اللحظات المميزة التي نقضيها معاً. ما رأيك؟ مذهل، إنه شعور رائع. ينجح في كل مرة، هيا بنا. واو، بشرتي متوهجة، لم تكن بمثل هذه الروعة من قبل. اختفت البثور، شكراً جزيلاً. وقت تناول الوجبات الخفيفة. أحب المعكرونة. هل يوجد خطأ ما؟ أريد أن أبدو بمظهر جيد للحفل وأعرف ما يجب فعله. لحظة واحدة، دعيني أنهي المعكرونة. ماذا تفعلين؟ مفاجأة. ماذا فعلت؟ هل ستلتحقين بكلية المهرجين؟ ألا يعجبك؟ أعتقد أنه أنيق وراق. هذا ينتمي إلى لوح الرسم. مهلا، ربما أستطيع المساعدة. لابد من وجود شيء ما هنا. أها، سوف يفي هذا بالغرض. أوليفيا، انظري إلى هذا. شريط لاصق. حقا. لا تتحركي. هذا غريب بعض الشيء. سأضع الشريط حول عينيك بهذا الشكل. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. تبدو جيدة. الآن أحتاج إلى مظلل للعيون. هذا اللون الأزرق يناسبك، سيجعل عينيك بارزتين. سوف أفركه في زاوية الشريط. إنها طريقة سريعة وسهلة. بعد ذلك سأزيل الشريط. يشبه الأمر إزالة ضمادة لاصقة، والنتيجة مذهلة. سوف يعجبك. كيف يبدو؟ أفضل من محاولتك، لكنه ليس مثالي. دعيني أفكر. أوه، شوكتي ستكون مفيدة. ماذا تفعل؟ أحتاج إلى فرشاة. ستكون هذه تحفتي الفنية. ها نحن ذا. سأمرر الفرشاة على الشوكة، لكن من الخارج فقط. يسعدني أنه لا يمكن لأحد رؤية هذا. الآن يمكنني إزالة الشوكة، ثم أستخدم الفرشاة مع مستحضرات التجميل. أشعر بالدغدغة. إنها طريقة رائعة لتحديد الوجه. إنها تجعل ملامحك بارزة ومميزة. ولن ننسى خديك. فرشاة سريعة، ثم هنا.
وهذا كل شيء. أنا فنان، ألقي نظرة. أوه رائع، هل هذه أنا حقاً؟ أحببت ذلك. أنت بارع في استخدام فرشاة التجميل. ما الخطوة التالية؟ لم نصل إلى هذا الحد بعد، نحتاج إلى بعض الملابس الجديدة. ماذا لديك هنا؟ دعونا نلقي نظرة. هل ترتدي هذا بالفعل؟ لقد حكت جدتي ذلك، إنه كلاسيكي. سأتعمق أكثر. لا، مستحيل. أهلا، انتبه انتبه، يعجبني هذا. لابد من وجود شيء يمكن أن ارتداءه. عثرت عليه. ما رأيك في هذا؟ هذا هو. لا، استدر، أحتاج إلى تغيير ملابسي. ألا يعجبك؟ حسناً، هذا سيفي بالغرض. حان وقت التغيير السريع. أشعر براحة شديدة، لكنني بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات. سأضع ذراعي في فتحة الرقبة وأفعل الشيء نفسه مع الذراع الآخر. حتى الآن الأمور جيدة جداً. الآن سأخذ الأكمام وألفها حول خصري. سأربطهما في عقدة من الخلف. يوجد شيء آخر يجب القيام به. شعري، هذا كل شيء. ليام، يمكنك أن تنظر الآن. مذهل، لا أصدق. هل هذا أمر جيد؟ تبدين مذهلة. هل هذه أنت حقاً؟ لقد أذهلتيني. أنا سعيدة للغاية لأننا نفعل ذلك. أعلم ذلك، أليس كذلك؟ لم أعتقد أبداً أنني سأكون هنا معك. أقضي وقتاً ممتعاً. يوجد شيء آخر يتعين علينا فعله. لقد قرأت أفكاري. هيا أني، يجب أن تري هذا. أليس مضحكاً؟ أني، انظري إلى هذا الملصق. لم أنهي قهوتي بعد. أخيراً يمكنني البقاء بمفردي. ربما تسرعت. قط يقود دراجة؟ هذا حمام. اهدئي، وداعاً. هيا أني، انظري لهذا. حسناً، كلي آذان صاغية. هذا مضحك، صحيح؟ هيا، إنه مضحك. ليتها صعدت إلى الطائرة. أعمل أنها مستعدة للخروج. كان موعدنا هذه الليلة، لكن الفوضى تعم المكان. لا يمكن أن يرى آدم منزلي بهذا الشكل. سأنظف المكان بسرعة. كيف أنتهي؟ وهكذا تخلصت من الغبار. ماذا تفعل؟ أوبس، لحسن حظي أن شعري جميل اليوم. أنا قادمة. أهلاً آدم، تفضل. كنت جالسة في انتظارك. ما رأيك أن أشرب العصير ونتحدث؟ حسناً، يجب أن أذهب الآن. حسناً، شكراً على مجيئك. أراك لاحقاً. مكان جميل. كان هذا صعباً. سأعود إلى الأريكة. لقد عدت، لنبدأ. أشعر بالارتياح. إنه يوم الغسيل. من الجيد أن ملابسي المتسخة قليلة. بنطالي جينز المفضل، كم هو مريح. وضعت كل الملابس في الغسالة. لن يستغرق غسلها وقتا طويلا. سأتحقق من الوقت على ساعتي. سأجلس هنا وأنتظر انتهاء المدة. واو، هذه الأحداث حماسية. أجل، تابعت الحلقة الجديدة البارحة. الملابس جاهزة، سأتصل بك لاحقاً. حسناً، ها هي التنورة. ماذا؟ ماذا حدث لها؟ إنها صغيرة. لا 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 لا، هذا مستحيل. بنطالي الجينز. يبدو أنه سليم. سأرتديه حتى أطمئن تماماً. هيا، ادخل. يجب أن أسحبه بقوة. لا فائدة من ذلك. لابد أنه انكمش هو الآخر. بنطالي المفضل، لا أصدق أني لن أستطيع ارتداءه. لقد أفسد هذا الحدث يومي. لا أصدق أنه انكمش لهذا الحد من غسلة واحدة. لحظة، ربما يوجد حل. سأقلب البنطال. سأرتديه على كلا الساقين.
بعد ذلك سأسحبه للأعلى. أجل نجحت، لقد خدعت البنطال. ودعني تنورة، لم أعد أحتاجك. مرحى، تمكنت من ارتداء بنطالي العزيز. سيبدو جيداً كما في السابق. يمكنني بدء يومي الآن. أظن أن هذا هو العنوان الصحيح. أوه، لابد أن طلبيتي وصلت. تفضلي الطرد يا آنسة. رائع، أنا متحمسة لهذا الطرد من أستراليا. يجب أن أفتح الصندوق. هذا الشريط اللاصق محكم، من الصعب إزالته. أوف، لا طائل من ذلك. أوه طبعاً، سأستخدم المقص. إنه يفتح الصندوق بكل سهولة. يجب أن أقص كل الشريط اللاصق. وأخيراً سأتمكن من فتح صندوقي. أوه لا، وصل المقص للمعطف. لا، لقد أتلف المعطف. هذا الخطأ فادح. ربما توجد طريقة لإصلاحه. سأرتديه وأرى ما يمكنني فعله. سأحتاج المقص الآن. سأبدأ بالقص من مكان الشق. هكذا قصصته بالكامل. والآن يمكنني استخدام الجزء السفلي كتنورة. ستبقيه الأزرار في مكانه. وهكذا حصلت على سترة قصيرة وتنورة. واو، يبدو الطقم رائعاً. يجب أن ألتقط صورة له. سأحصد الكثير من الإعجابات. أجل، سأرسل هذه الصورة. أوه، آمل أن يعجبها. لقد أعجبها، تظن أنه جميل. رائع. نم 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 نم، مذاقك رائع يا سيد بطيخة. أنا متعبة. مرحبا يا أخي الصغير. مرحبا، أنا ألعب. و ماذا؟ لماذا تصرخ في وجهي؟ كلا كلا كلا، انظروا إلى وجهي، هذا مريع. مرأتي، تبدين كوحش، خذي ذلك. انظر إلى ما فعلته، لا أصدق ذلك. معذرة، لقد أخفتني، سأهرب. حقا؟ لا أصدق أنه ترك الفوضى لينظفها. ليس هذا ما أردت قضاء صباحي في فعله. مهلا قليلا، هذا ألوفيرا. يمكنه بالتأكيد المساعدة في حل مشكلة بشرتي. أنزع قشرة ورقة الألوفيرا ثم أستخرج الجزء الداخلي اللزج. سأضعه في الخلاط. حان الوقت لخفقه. انظروا كيف أصبح مخفوقا ولزجا. الآن أصبح مزبدا أيضا. حسنا، هذه مدة كافية. والآن سأسكبه في وعاء. أحضرت هذا القناع وسأضعه في الخليط. أحتاج إلى تقليبه سريعاً فحسب. والآن أصبح جيداً. ها نحن ذا، أصبح القناع جاهزاً للاستخدام. دعوني أضعه على وجهي الآن. هذا جميل، لا ينبغي أن يستغرق وقتاً طويلاً ليعمل. مرحباً، هل ما زلت وحشاً؟ يا إلهي، إنه سخيف جداً وغريب أطوار. لكن مهلاً، بشرتي ناعمة كبشرة الأطفال الآن. سأضعه على وجهي الآن. سأهرب. شعر، غطي عينيك. وها قد اكتمل عملي الفني. ما رأيك؟ إنه مختلف. مهلا، اختلاف جيد أم سيء؟ فيما كنت تفكرين؟ لا تقلقي، سأصلح. الجميع يحبون الأزهار. ها نحن ذا. حقا، أبدو وكأني جررت عبر شجيرة. لكن ذلك أسلوبي المميز. أحتاج إلى فعل شيء ما. ما الذي قد أستخدمه؟ هذا المشبك قد يكون مفيداً. أعلم ما سأفعل. سأبدأ بجمع شعري على هيئة ذيل حصان. ثم سأنزل ربطة الشعر للأسفل قليلاً. سأفرق شعري وأدفع ذيل الحصان داخله. وسأستخدم المشبك لتثبيته. هاو، إنه يناسبني وكان سهلاً جداً. كيف فعلت ذلك؟ لقد طفح الكيل، أنا أستسلم. سأرحل من هنا. ماذا؟ ما مشكلتها؟ كان مشبكاً فحسب. أوه واو، يا له من زي جميل، لقد أعجبني حقاً. أو لا، إنه باهظ الثمن. سأتحقق مما لدي. حسناً، لا أملك أي نقود هنا. ماذا عن الجيب الآخر؟ تباً، دولار واحد.
حسناً، سأفعل ذلك بنفسي. كلا كلا، مستحيل، ليست هذه. أوه رائع، هذا ما أحتاجه بالضبط. أوه هاي، من أين أتى هذا الثوب؟ تباً، مهلاً، أعرف ما علي فعله. حسناً، سأحضر البنطال المثقوبة والمقص ثم أبدأ عملية القص. سأبدأ من هنا، يجب أن أكون حذرة وأقص في خط مستقيم. جيد، ثم أنتقل إلى الجهة الأخرى. ها هو الثقب، سأقص حوله بهذا الشكل. هكذا حولت بنطال العادية المثقوب إلى بلوزة قصيرة في غاية الجمال. أنا ذكية حقا. أتعلمون شيئا؟ يجب أن ألتقط صورة سيلفي. حسنا، أحضرت أجهزة الموسيقى وسأحضر الطلاء. لنبدأ الطلاء حالا. ياه، أحب هذا اللون، جميل حقا. سألون هنا. لماذا أنا وحيدة؟ سأرسل له رسالة نصية. سأجلس هنا لأنتظرك. مزعج جدا. ما هذا؟ لا، مستحيل، طلاء رطب. كلا، لا أصدق، لقد اتسخت يدي بالطلاء. مهلا. لا، بنطالي، جلست على الطلاء الرطب. هذا فظيع، لماذا يحدث هذا لي؟ ماذا سأفعل الآن؟ ربما يمكنني مسحه. سأزيله عن يدي أولا. لم ينجح هذا، ربما سيزول بالقماش. إنه لا يزول بأي طريقة، هذا أسوأ ما حدث لي في حياتي. أجل، أصبح هذا الشيء جميلا. هل تبكي تلك الفتاة؟ هذا مؤسف، إنها تبكي حقا. هاي، ربما يمكنني حل مشكلتها. هل تتحدث إلي؟ أنت الوحيدة هنا، تعالي. حسنا، أعتقد أنه ليس هناك ما أخسره. توقفي عن البكاء، خذي هذا المنديل. عذرا، هذا هو منديلي الحقيقي. كلا، ابتعد عني، هذا بلا فائدة. مهلا، أعدك بأنني قادر على مساعدتك. كيفي، سأضع طلاء على بنطالك. حسنا، استديري الآن. شكرا، هذا رائع. سأضع المزيد من الطلاء هنا، وأضيف المزيد من اللون الأصفر هنا أيضا. يبدو مذهلا، وعلى الجانب الآخر أيضا. أجل، المزيد من الطلاء، المزيد من الطلاء في كل مكان. يا إلهي، هذا مذهل، لا أصدق. مدهش، لقد سررت بالنتيجة كثيرا. حسنا، تفضل، سأدفع لك مقابل ما فعلته. شكرا جزيلا. وداعا. لقد دفعت لي الكثير من المال. هاي، عذرا لقد تأخرت، لكني وصلت الآن. لدي لك خبر سيء، لكن علينا أولا الذهاب من هنا. هيا تعال. أهلا بك، لدي تصميم جديد، تصميم مميز ب10 دولارات. ماذا تقول؟ أين أنت؟ آسف، أنا في طريقي الآن. كلا، انظروا إلى كل تلك الألوان، أنا أرتدي الأبيض فحسب، من المستحيل أن يدعوني أدخل. كلا، أوبس، هذا سيء. مهلا، هل هذا أنت هناك؟ أنت، هل بإمكانك رؤيتي؟ علي فعل شيء سريع. هناك مكان أختبئ فيه؟ سلة القمامة؟ هذا أسوأ خيار على الإطلاق، لكنه خياري الوحيد. حسنا، ها أنا ذا في سلة القمامة. أعتقد أنني مخطئة. كان ذلك وشيكا، لقد كادت أن تراني. المكان مقزز هنا. ما هذا؟ انتهت مسيرتي الفنية رسميا. ماذا؟ ما الذي يوجد بالداخل؟ مستحيل، جليتر. حسنا، لدي طبق وعلي سكب الجليتر فيه. هذا اللون الأحمر جميل، أحتاج إلى عمل خط، ثم سأضيف الجليتر الذهبي، سأسكبه خارجا، واللون الثالث أخضر رائع، ثم كل البقية. حان وقت وضع يدي على كل ذلك الجليتر. انظروا إلى هذا، إنه لامع جدا وبراق جدا. لنخرج من سلة القمامة، والآن يداي. أجل، ومع نظارتي اللطيفة سيكتمل المظهر. حان وقت الوصول إلى هذه الحفلة، خصوصا لأنني قد تأخرت بالفعل. عزيزتي، آسف لأنني تأخرت كثيرا. لا أصدق أنك جعلتني أنتظر طويلا هنا. أجل، لكن انظري إلى قميصي، لقد صنعت كل ذلك بنفسي. مستحيل، هذا مثير للإعجاب. نحن مستعدان للدخول إلى الحفلة. دعاني أنظر إليكما. حسناً، يمكنكما الدخول. أيها النبات، ابقى هنا قليلاً وسآتيك بالماء أيضاً. من أين أتى شريط الشمع؟
ها؟ لا تنظري إلي، أحاول إزالة شعر ساقي بشمعة، إنه موجع جدا. يبدو أن ذلك يؤلمك. أجل، إنه يؤلمني كثيرا. مهلا، أعرف ما قد يساعدك. يا نبات الألوفيرا، سأخذ ورقة. سأخذ قطعة صغيرة أو اثنتين، ينبغي أن تكفي هذا. حسناً، كل ما تحتاج إليه هو ورقة الألوفيرا. مهلاً، ماذا؟ اعتصرها قليلاً، ستفهم ما أقصده. اعتصرها؟ يا للروعة، انظري إلى كل الهلام. هل علي وضعه على جلدي الملتهب فحسب؟ أجل، أدهنه فحسب، سيساعدك ويشعرك بتحسن. رأيت؟ ها أنت ذا، عادت ساقك طبيعية رغم أنها ما زالت مشرعة. مهلاً، أحتاج إلى مساعدتك بشأن هذا أيضاً. سيؤلمني جداً. يا إلهي، حسناً. لم يعرف المعلم ماذا يفعل. أوه، مرحباً يا رفاق. هل تتحدث إلينا؟ لا يهم. إذن على أي حال، يظنون أنهم مميزون للغاية. أو راودتني فكرة، ساركم بعد الصف ودعان. من الرائع كوني مشهورة. أوه، مرحباً. انتظروا حتى يروني الآن. ستحب غابي أسلوبي الجديد. ها هي دا. أهلاً، هل لديها قرط؟ سأبدو سخيفة من دونه. يبدو أنني سأحصل على حلقة للأنف. هل تهتي؟ أود الحصول على قرط رائع. لا أصدق أنني أفعل هذا. خذي وقتك، هل ترين شيئا يعجبك؟ هذا حقا. حسنا، إن كنت متأكدة. قد يؤلم هذا، في الواقع سيؤلم بالفعل. بدأت أندم على هذا، أشعر بالدهار. علمت أن ذلك سيحدث، يحدث هذا طوال الوقت. هيا لننجز الأمر. مستحيل، لسه مجددا. هذه رابع مرة هذا الأسبوع يرحل فيها أحد باقيا. أحتاج إلى وظيفة جديدة. كان هذا مخيفا. هذا لا لدي ملفها. أوبس، مهلا اللحظة، يمكنني استخدام مشبك الورق هذا. يمكنني صناعة قرصي الخاص. سأقطع المشبك الورقي إلى نصفين بهذه الكماشة، ثم أضعه في أنفي. قرص خال من الألم. جاسمين، هل هذه أنت؟ مرحبا. مرحبا، تبدين مذهلة. هل هذا قرط أنف؟ فكرت في تجربة شيء مختلف. لقد حظيت بقرطين جديدين للتو. أنا مدمنة أقراط. لا يمكنني التوقف فحسب. أوه، مرحبا. وداعا. من الأفضل أن أجد المزيد من مشابك الورق. أوه، كان تمرينا شاقا. أحتاج للراحة. أجل، انظروا إلى هذه الدونات، شهية. مهلاً، إنها ليست وجبة خفيفة مناسبة، ولدينا قوانين أيضاً. الطعام ممنوع في صالة الألعاب الرياضية. هيا، ماذا سأفعل الآن؟ هل ذهبت؟ أو ماذا يحدث؟ ما مشكلتك؟ أنت جائعة؟ لدي الحل. انظري. ماذا؟ واو، لا أصدق، هذا مذهل. لا أصدق أنك أخفيت البرجر بهذه الطريقة. مرحبا، هل يمكنني الدخول؟ كلا، ألا ترين الإشارة؟ الطعام ممنوع. هل تمزح؟ ألا يمكن أن نكون استثناء؟ مهلا اللحظة، تبدو رائعة ورشيقة، لابد أنها ستفوز بهذه المباراة. أريد أن أكون مثلها. هاي، هل ستدعني أدخل؟ طبعا طبعا. خطرت لي فكرة رائعة، سأعود حالا. أحضرت قفازات الملاكمة هذا، والآن لدي بعض المارشميلو. سأبدأ بصفها فوق القفازين. هكذا، رائع، الكثير من المارشميلو. هاي، حضرت هنا من أجل المباراة، دعني أدخل. أين المتدربة؟ هاي، ها هي، ماذا تفعلين هنا؟ انظري إلى الوقت. أنت، دعها تدخل، توقف عن تأخيرنا. حسناً، كلاكما عند الزاويتين. جيد، اقتربنا. هل أنتما مستعدتان؟ قتال. ما لما لن أظن أن هناك خطأ ما. خذي، إليك لقمة من هذا.
هذا شهي. كي حسناً هيا. ماذا تفعلين؟ توقفي عن تناول قفازات الملاكمة. هيا افعليها، هزميها، اضربيها. لا أصدق أنني خسرت، لقد تدربت كثيراً. يوم سيء. مهلا لحظة، أعرف ما سيجعلني أصبح بحال أفضل. القليل من المسليات ستساعدني. شوكولاتة. يوم سيء فعلاً. ماذا؟ الطعام والشراب ممنوعان. مستحيل، لن أتحمل، أحتاج للمساعدة. أعتقد أن علي الرد على هذه المكالمة. مرحباً، ماذا هناك؟ ماذا؟ حسناً، لا تقلقي، أراك قريباً. حسناً، كيف سأساعدها؟ لا يمكنني الذهاب وأنا أحمل الطعام هكذا، لابد أن هناك شيء لأفعله. هي، أعتقد أن هذا سينجح. ستأتين معي عبوة الرقائق، سنختبئ هنا في الأمام، ولن أنسى الحلوى بالطبع، ستكونين هنا. حسناً، أظن أن هذا كافٍ. سأرتدي السترة الآن، يكفي هذا المقدار من الحلوى، سأغلق السترة. انظروا إلى عضلاتي. مرحباً، سمعت أنك بحاجة إلى المساعدة. ماذا؟ مذهل، أليس كذلك؟ حسناً، انظري إلى هذا، إنها ليست عضلات أبداً، بل مسليات حلوة ومالحة. ستعيد هذه المسليات مزاجك الجيد. هجل، السكر هو الحل، أحببتها. حسناً، أنا مستعدة للقيام بجولة أخرى. هيا بنا، انظروا لهذه العضلات. أريد اللعب مرة أخرى، هل أنت مستعدة؟ هذا صعب. هجل، لقد فزت، أهزمتك، أنا الأفضل. ماذا؟ لا أصدق أنني قد خسرت، إنه أسوأ يوم في حياتي. أحب عضلاتي الجميلة، أشعر بالسعادة عند تناول البرجر، لكنه لا يجعلني رشيقة. هيا، ماذا؟ ماذا هناك؟ أنا أتمرن. هل يمكنك مساعدتي؟ أريد أن أبدو مثلها، أريد فعلاً الحصول على ذراعين بهذا الشكل، تبدوان قويتين. لا أعرف. حسناً، أعتقد أن بإمكاني مساعدتك، هل أنت مستعدة؟ هيا بنا. هل تريدين هذا البرجر؟ يجب أن تقتربي لتناوله. والآن حان وقت البيتزا، هيا، يجب أن تبذلي جهداً من أجلها. كان تمريناً شاقاً، أنا مرهقة. هل هي في الأرجاء؟ هل تراني؟ سأتناول هذه الحلوى، أنا أستحقها. مهلا اللحظة، خطرت لي فكرة أفضل، سأخفي هذه الحلوى. هجل، انظروا، لن أنسى الرصغة طبعا. ربطات من الحلوى، لكن هذا ليس كل شيء. أربطة للحذاء من الحلوى أيضا. هجل، هذا مذهل، سأعود للتمرين الآن. سنستخدم هذا للتمرين التالي. لا، لا أريده الآن. حقاً؟ يا إلهي، أنا مندهشة. لقد ذهبت، سأتناول القليل من الحلوى، لكن لا تخبر أحد. حسناً، أنا مستعدة، وماذا عنك؟ أهلاً بكما في النادي الرياضي، انظروا إلى عضلاتي، هل أعجبتكم؟ هذا بفضل هذا الشيء. حسناً، لسنا بحاجة إلى هذا. حسناً، إذن يوماً سعيداً. اجلسي هنا، هل ينظر إلينا؟ كلا، إنه غير منتبه ولا يرانا. لنفتح هذا، انظري لكل هذه الحلوى. نحن عبقريتان، لا أصدق أننا أخفينا كل هذه الحلوى. لنتناول القليل. ماذا يحدث هنا؟ بسرعة، ضعي الغطاء، إنه ينظر إلينا. لابد أنهما تتناولان الحلوى. حسناً، يجب أن أفعل شيئاً، لدي خطة. سأتسلل إلى هناك بينما هما غير منتبهتين، وسأبدل الوعاءين. جيد، أحتاج إلى مكافأة الآن، سأتناول الحلوى. أنا جائعة جداً، بل أتضور جوعاً. وأنا أيضاً. حسناً، إذن الحل في العودة إلى الحلوى المخفية. جيد، المكان آمن، إنه لا ينظر إلى هنا. أنا متحمس لرؤية وجهيهما. هيا أيتها الحلوى الشهية، تعالي إلي. ما هذا؟ توقفي. لا، ما هذا الشيء؟ إنه في كل مكان. تبانه؟ مستحيل، لا أصدق. انظري إلى عضلاتي، إنها مذهلة.
لست بحاجة حتى إلى رفع الأثقال. هذا أفضل يوم في حياتي. رائع، وقت المخبوزات الشهية. أوه، فطائر لذيذة. شكرا جزيلا يا أمي، أنا متحمسة لتناولها. حسنا، وقت التهام الطعام. مهلا لحظة، لن توافق مدربتي في النادي على تناول هذا الإفطار. أوه، ماذا سأفعل الآن؟ أوه، وجدتها. سأقلب الصورة ولن تنظر إلي. أنا ذكية جدا، سأعود الآن لتناول إفطاري الشهي. مرحبا أيتها الفطائر. ستأتين معي الآن. أجل، أنا سعيدة جدا بالدراسة من المنزل. أحتاج إلى استراحة قصيرة. سأتناول الآن الشوكولاتة التي أخفيتها. رائع. أوه، ماذا هناك؟ أتظنين أني لن أرى هذا؟ لقد رأيتك، تعالي معي. حسنا، أمسكت بكما تتناولان الحلوى سرا. هيا تمرنا. ماذا يحدث هنا؟ أوه يا إلهي. أو أمي، مرحبا. طبعا، دعيني أجد لك شيئا لتأكلي. ستمنحك هذه النقانق البروتين والطاقة. أوه تبا، الطعام ممنوع هنا. مال اللحظة، سيكون حبل القفز هذا هو الحل. سأنزع المقبض من هنا وأضع النقانق، ثم أدفع الحبل داخل النقانق. هكذا، استبدلت المقبضين بالنقانق. هذه لك، حظا طيبا. تمرين القرفصاء متعب فعلا، أشعر بالإرهاق. حسنا، يكفي هذا التمرين لهذا اليوم. التمرين التالي القفز بالحبل. هيا إلى التمرين واقفزا. مستحيل، وضعت لي أمي الطعام سرا. هاي، هل يمكنني تناول واحدة؟ لا أعرف، لا أريد الذهاب إلى السينما. مال اللحظة، هاي عودا إلى التمرين، هيا اقفزا. حسنا، إنها غير منتبهة. أعطيني هذه النقانق. أوه، لقد تأخرت. أوه، ماذا سأرتدي؟ كنت أنتهي. أبدو بمظهر لائق، أليس كذلك؟ أوه، هيا. أوه، انتهيت تقريبا. أوه، هيا بنا. ما بال هذا الشيء؟ نسيت المفتاح. لا يمكنني الخروج بدونه، لكن ستتسخ الأرضية. هذا مقزز للغاية، لن أفعل هذا. مقزز حقا. ربما علي خلع الحذاء، أو ربما علي خلع حذاء واحد وسأقفز. ستأتي معي. أوه، لنخرج من هنا. نجحت. مهلا هاتفي، لا يمكنني المغادرة بدونه. لن أخرج من المنزل في الوقت المحدد. عجبا، انظروا إلى تصفيفات الشعر هذا، أحببتها. يمكنني الاستفادة من مظهر جديد، لكن ماذا؟ لنجرب شيئا جديدا. أحتاج إلى المقص، ها أنا ذا. كوني شجاعة، إنه مجرد شعر. كلا، لم أكن لأفعل هذا لو كنت مكانك. ثقي بي، تعلمت هذا بطريقة صعبة. أعطيني المقص. كان ذلك وشيكا، لن أحظى بتصفيفة شعر جديدة أبدا. أم ربما سأفعل؟ أظن أن لدي فكرة. سأستخدم رباط الشعر هذا لربط شعري، ثم سأسحبه للمقدمة، ثم سأضفر بقية شعري. سيبدو هذا رائعا. كدت أنتهي، ها قد انتهيت من المؤخرة. والآن سأفصل شعري من الأعلى وسأضع الضفيرة وسأسحبها كلها. والآن الغرة. سأستخدم آلة كي الشعر لإصلاح مظهرها. القليل من الحرارة ستعدلها تماماً، ثم سأفصلهم. تبدو رائعة، ينبغي أن أكون في مجلة. ماذا فعلت بشعرك؟ لا أفهم، ما زال المقص معي. أنا مصففة شعر بارعة فحسب. هل يمكن أن يكون الأمر بهذه الصعوبة؟ إنه مجرد طلاء شفاء، استخدميه برفق وبطء فحسب. كيف تجعل الفتيات الأمر يبدو سهلاً للغاية؟ هذا لا يسير على ما يرام. لا أمل في هذا. شفتان مثاليتان كالعادة. واو، تبدو جميلة للغاية. أظن أنني بحاجة إلى بعض النصائح. مرحباً يا غابي. لديك بقعة صغيرة على وجهك، خذي هذا. شكراً لك. وضع طلاء الشفاء ليس صعباً، شاهدي هذا.
خذي درجتك المفضلة ومرسمي خطا من الأسفل في منتصف شفتيك، ثم ضمي شفتيك معا. أنت تمزحين، أليس كذلك؟ ثقي بي، اعترفي، لقد أبهرتك. واو، هذا مذهل، تمني لي التوفيق. أرسم خطا ثم أضم شفتي معا، هكذا تماما. هذا ممتع. واو، لقد نجحت. أحسنت عملا. عجبا، يا له من نوم هانا. ها هي وجبتي الخفيفة من منتصف الليل. أو هل هو اليوم؟ كلا، لقد تأخرت. علي الإسراع. يا الهول، شعري دهني للغاية. هذا ليس مظهرا جيدا. ما تلك الرائحة؟ يبدو أن علي غسل شعري. مهلا، ألا ينبغي أن يكون هناك ماء؟ أيها الماء، أعلم أنك هناك. ماذا سأفعل الآن؟ ربما أستخدم بودرة التلك. سأنثرها فوق شعري ثم سأفركها فيه. نجحت تماما، لقد تخلصت بودرة التلك من المظهر الدهني. يبدو شعري وكأنه مغسول، والآن أنا مستعدة لالتقاط صورتي. هات هات تشو. وركت. حسنا، علي الذهاب. يلا من حفلة رائعة، إنه لطيف جدا. مرحبا، يعجبني رقصك. يا إلهي، حقا، ما الذي تتميز به عني؟ ربما علي أن أحرك شعري أكثر. يا لك من راقصة بارعة. لما لا ينجح هذا؟ هذا غير عادل، إنه ليس خطأي أن شعري ليس طويلا ومنسدلا. هل أنت بخير؟ من خطبة، أتمنى لو لي شعر مثل شعرك. هذا الأمر كله في التصفيفة، دعيني أساعدك. سنبدأ بفك رباط الشعر وسنرفع الشعر قليلا. سنصنع ذيل حصان هنا، ثم سنرفع الجانبين، وسنستخدم ربطة شعر أخرى لنجمعهما فوق ذيل الحصان الأساسي. والآن سنثبته في مكانه. هذا مظهر يليق بك جدا، ما رأيك؟ مستحيل، هذا شعري. شكرا لك، أنت رائعة. هيا لنرقص. لقد عدت. عجبا، هذه أفضل ليلة على الإطلاق. حركي ذلك الشعر يا فتاة. أيها الفتاتين، كونا حذرتين. أنا متشوقة للاسترخاء، تغمرني السعادة. حسنا، سأرتدي بدلة السباحة. أو لا، بدلة السباحة، إنها ملطخة بالكامل. تبا، نسيت أن لوح الشوكولاتة هنا، لا يمكنني ارتداؤها الآن. ماذا سأفعل؟ لحظة، أظن أني أعرف الحل. سأحتاج قطعة القماش هذه من القبعة. سأبدأ بفرد قطعة القماش ثم سألفها حول خصري. جيد، تبدو مثل تنورة، لكني لم أنتهي بعد. سأمررها بين ساقي، ومن ثم عبر العقدة التي ربطتها سألف الطرف بهذه الطريقة، وسأستخدمه لربط عقدة أخرى حول ظهري. انتهيت، ستبقي كل شيء في مكانه، وصنعت بدلة سباحة جميلة. لم يبقى سوى وضع النظارة الشمسية، يجب أن أحافظ على ارتواء جسمي. واو، بدلة السباحة هذه رائعة. توقف عن التحديق بها، لنذهب. لا عجب أن بدلتي تجذب الأنظار. يا إلهي، أنا متعب، لكن ما زال أمامي عمل كثير أنجزه. من الجيد أن ما زال لدي قهوة. يا للهول، ربما أخذ غفوة صغيرة سريعة. حان الوقت لوضع المكياج قبل المدرسة. أحضرت أدواتي ومرآتي. ماذا؟ أبي، استيقظ. يا للهول، كنت متعبا جدا. ماذا؟ هناك أشياء على وجهك، انظر. أترى؟ ما هذا؟ دعيني أزيل هذا. انظري إلى تلك الهالات تحت عيني، أبدو مريعا. حسنا، ربما يساعد هذا. كلا، ربما ذلك. مهلا، أعرف ما قد يساعد.
تعال إلى هنا يا نبات الألوفيرا. أتظنين حقا أنه سينجح؟ سيفعل. أولا أحتاج إلى فتح ورقة. تضع الهلام والمكونات المفيدة في الخلاط، ثم سأضيف الماء أيضا. لابد أن يكون ذلك كافيا. ثم سأخرج ورقة النبات. حان وقت خلط الهلام والماء. هذا جيد. سأحتاج إلى حاوية. الآن يمكنني صبه عبر ذلك الثقب الصغير. سأتوقف الآن. لا أريد أن أملأها كثيرا. حسنا، سأضعها في المجمد وسأعمل الخليط عدة دقائق ليجمد. أتساءل عما علي فعله اليوم أيضا. أعتقد أن ذلك يكفي. إنه جاهز للاستخدام. ها قد أتيت يا أبي. انظر ماذا صنعت لك. جل الألوفيرا المجمد. تفضل خذه. عليك تمريره على عينيك. لا تتوقف. إنه ينجح. ها هو. أرأيت؟ علاج للهالات الداكنة. يا للروعة. هذا مدهش جدا. علي استخدامه على عيني الأخرى. أحب ملمسه البارد على بشرتي أيضا. لا أصدق أنك فعلت هذا بتلك السهولة. لقد أنقذتني اليوم يا صغيرة. علي الانطلاق. آسف أني تأخرت. كيف تسير الأمور؟ بصعوبة. لم أنم منذ أيام. مظهري مريع. عليك تجربة ذلك إذن. صنعته لي ابنتي. دعني أريك. عليك تمريره أسفل عينيك. يا للروعة. ملمسه مذهل. شكرا على ذلك. سأفعل كما قلت. على الرحب والسعة. مرحبا سيدتي، تفضلي قائمة طعام اليوم. شكرا. يا إلهي، إنه جالس بمفرده. إنه ينظر. سألوي هنا. تبا، ما مشكلتي؟ لقد فشلت في مغازلته. انظر إليها، شعرها أحمر جميل في غاية الروعة. ماذا؟ ما الذي يعجبه بها؟ هذه واحدة من أشهى الكعكات التي أحضرها في حياتي. يبدو أن علي الذهاب لأخذ الطلب. مرحبا سيدي، كيف لي أن أخدمك؟ أنت ترتدين الكثير من الأحمر. إنه لوني المفضل. حسنا جميل، لكن ماذا أحضر لك؟ حسنا، سأخذ هذا من فضلك. مهلا، هل قال إن اللون الأحمر هو المفضل لدي؟ لا أثدي شيئا بهذا اللون، ولا حتى شعري بلون أحمر. هذا ظلم حقا. كيف لي أن أعرف؟ وأهتم بها لأنها ترتدي مريولا أحمر. إنها منزعجة للغاية لأن الشاب قد غزلني أنا. حسنا، على أي حال تفضلي طلبك. آمل أن ينال إعجابك. لا أصدق هذا ظلم. أنا غاضبة. تفضل طلبك سيدي. حسنا، مذهل. الخضروات الحمراء المفضلة لدي. صحة وعافية. ماذا يحدث؟ يتناول طعاما بلون أحمر؟ أو لا، أتت فتاة أخرى وترتدي ملابس حمراء. يظن أنها جميلة أيضا لأنها فقط ترتدي اللون الأحمر. مهلا، لحظة، ربما إذا أو يمكنني. يا إلهي، أعتقد أنني عرفت ما علي فعله. لنرى، هل هناك شيء يمكنني الاستعانة به؟ بالطبع، مظلات حمراء. سأفتحها ثم أحولها إلى تنورة. إنها جميلة فعلا ولونها زاهي. إنه ينظر إلي. مرحبا، كيف حالك؟ يا إلهي، سأقدم لها هذه الزهرة حالا. ذكرتني هذه الزهرة بك لأنك فائقة الجمال. شكرا جزيلا. هل توافقين على الخروج معي؟ ما هذا؟ مظلة؟ ماذا سأفعل بهذا الشيء يا ترى؟ لدي مجموعة الفرش خاصة بي وأقلامي. حسناً، أنا مستعدة. تفضلي بالجلوس. جيد. أتطلع إلى هذا بشدة. يسعدني سماع ذلك. سنبدأ بقليل من مسحوق الوجه. ستبدين مذهلة. ما التالي؟ لون ظلال العيون هذا سيبدو رائعاً عليك. لا تتحركي، ابقي ثابتة. هذا يناسبك حقا. نحتاج إلى الماسكارا. حسنا، والآن لنجعل شفتيك بارزتين. أحب هذا المنتج. إنه لا يخرج شيئا. أعلم أن بداخله القليل. حسنا، هذا مزعج. أحب هذا العرض. هذا الرام اللذيذ. هذا الرجل كريس، إنه يضحكني. أنا متأكدة من أنه كان معي شوكة. ستؤدي هذه الغرض. ضع الأنبوبة بين أسنان الشوكة، ثم ادفعوا الشوكة للأعلى. سيخرج منها ملمع شفاء. لن تضيع أي كمية من المنتج. ضع الملمع في حاوية. لا أحتاج إلى هذه بعد الآن.
هذه الحاويات تجعل الاستخدام سهلاً للغاية. لا حاجة إلى المعاناة في ضغط الأنابيب، ويمكنني استخدام فرشاة المكياج لوضعه. كان علي التفكير في هذا مسبقاً. يبدو هذا رائعاً. أعتقد أننا انتهينا. ما رأيك؟ أنت موهوبة للغاية. شكراً لك.